بصراحة ما تقوم به لجنة إدارة التمكين هو تسييس واضح جدا للعدالة ومنهجية بلطجية في التعامل مع هذه القضايا، لا تستند لأي روح قانون ولا دولة مؤسسات. اليوم طالعتنا لجنة إدارة التمكين في مؤتمرها الصحفي الذي كان قبل قليل بقرارات غريبة. أولا أصدروا قرارا بفصل ما يقارب 1000 موظف من مختلف المؤسسات الدولة ووزارات الدولة، وهنا يعني ترد عدة أسئلة. أولا هؤلاء هذا العدد الكبير من الموظفين، أي سياسات وأي موجهات يتم عن طريقها معرفة أن هذا العدد الكبير من الموظفين هو تمت بتعيينات سياسية؟ وهذا أمر طبعا هذه دعوة عريضة وهذا التعامل تجاسر. ثانيا يعني هذه قرابة 1000 أسرة أنت تذهب بها للشارع، وهذه كارثة، هذه كارثة مجتمعية وهذه أزمة ينبغي أن توفر حلول لهؤلاء. والأمر الثالث والمهم جدا، بمن ستحل هؤلاء المفصولين؟ يعني هؤلاء أنت الآن عطلت مساحة من إدارة الدولة وأصبح هناك قصور، فبأي آلية سوف تعوض هذا القصور؟ وهل ستفتح الفرصة للعامة للشارع العام تفتحها عبر وسائل الإعلام للمنافسة حول هذه الوظائف، أم أنك ستعين بدل هذه الوظائف أشخاص أيضا تعيينات سياسية كما تزعم أن هؤلاء كانوا تعيينات سياسية؟ فإذا سيكون التمكين يحل بدلا عن تمكين وليست هناك من فائدة. كذلك من قرارات هذه اللجنة أنها تصرفت في شركات خاصة وأصدرت قرارات بمصادرتها، وهذا صراحة أمر غريب. يعني نحن لا ندافع عن أحد، ولكن نحن نريد العدالة الحقيقية، لا نريد انحياز بغض النظر أن كان هذا المنحاز عليه رأيه السياسي موقفه بغض النظر سواء اتفقنا أو اختلفنا معه. كونك تصادر شركات خاصة للحكومة بحجة أنها دعمت المؤتمر الوطني فهذا غريب. الشركة الخاصة لها يعني حريتها أن تدعم ما تشاء، يعني إذا لم تعتدي هذه الشركة الخاصة على القانون فلها الحرية أن تدعم ما تشاء، فهي ليست شركة تتبع للحكومة. أما مثلا إذا كان هناك ادعاء أن هذه الشركة فيها أسهم من الحكومة، فينبغي عليك مراجعة حسابات الشركة لكي ترى هل هذه الأسهم الحكومية أعطيت المبالغ التي تستحقها أم لم تعطى. إذا أعطيت مبالغها لمستحقاتها فالشركة الأسهم الخاصة نسبة الأسهم الخاصة غير مسؤولة. بعد ذلك هذه الأموال التي ذهبت للحكومة أين ذهبت؟ هي ليست مسؤولة. فهذا صراحة قرار غريب جدا. كذلك من القرارات الغريبة أنهم أوردونا معلومة أن نعم طيب هذه الأموال هم وضعوا يدهم عليها 20 مليون دولار شهريا، أي 240 مليون دولار في السنة. طيب هم الآن ليس لديهم أموال لاستيراد الدواء، ليس لديهم أموال حتى لاستيراد المعقمات والكمامات وهذه الأشياء، ليس لديهم أموال، هناك عجز حتى في دفع المرتبات. واليوم وزير المالية عقد لجنة لحل هذا العجز في مرتبات موظفي الحكومة. هذه الأموال لماذا لا يحلون بها مشاكلهم إن كانوا صادقين؟ 240 مليون دولار في السنة، أين هذه الأموال؟ كذلك يعني السياسات التي يعني عودتنا عليها هذه اللجنة تشير تماما أنها تتعامل بتعامل سياسي انتقامي فحت، وإلا لماذا لا يضعون أيديهم على شركات رئيس الدعم قائد الدعم السريع محمد حمدان دغلو، ومعروف هذا الأمر لا يخطى على أحد. وهنا هذا السؤال، لماذا لا يضعون يدهم على هذه الشركات الكثيرة التي هي في النهاية تتبع لجهر ولكن أستاذ المغداد، خلال الأيام الماضية أصدرت لجنة إزالة التمكين أحكاما أو قرارات باعتقال عدد من الشخصيات السودانية كالباشمهندس الطيب مصطفى وكذلك الأستاذ معمر موسى. في ظل هذا الوضع كيف تنظرون لوضع الحريات في السودان إذا ما قورنت مع النظام السابق؟ والله بصراحة يا أخي الفاتح
وضع الحريات في هذا النظام أسوأ من النظام السابق. النظام السابق كان فيه تعديات في أمر الحريات وكان فيه انتهاك العدالة، ولكن ليس بهذا الحجم، ليس بالحجم الذي يعني يعتقل فيه من ينتقد أحد أعضاء الحكومة في مقال صحفي. يعني النظام السابق كان يعتقد مثلا بأن يوقف المقال، بأن يصادر الجريدة. لا، هو طبعا هناك اعتقالات عندما تكون أمور لا مثلا بالشأن الأمني يعتقل، لكن لا يعتقل بمجرد مقال. الآن الأستاذ الطيب مصطفى يعني كتب مقال له رأي حر في أعضاء لجنة إزالة التمكين فاعتقلته هذه اللجنة. وهنا أمر أيضا مهم، لجنة إزالة التمكين ليست لها علاقة بهذا الأمر. يعني إذا كان الطيب مصطفى يعني اتهم صلاح المناع أو غيره من أعضاء لجنة التمكين باتهامات باطلة، فهنا يأخذ القانون الجنائي الذي لا يدفع لجنة إزالة التمكين الذي يدفع للنائب العام يأخذ هو مجراه. ولكن أن تأمر نيابة لجنة التمكين بالقطع الطيب مصطفى في هذا الشأن فهذا منحى سياسي بحت. قانون لجنة التمكين لا يتعلق بهذا الأمر، لا يتعلق بهذا الشأن أبدا، لا يتعلق بالطيب مصطفى لا من قريب ولا من بعيد. فهذا دليل قطعي لأن هذا منحى سياسي انتقامي قمعي ليس له علاقة بالقانون وليس له علاقة بأي عدالة. كذلك ما حصل لمعمر موسى، هل معمر موسى في أستاذ المغداد، معمر موسى تم اعتقاله أيام النظام السابق عدد من المرات والآن تم اعتقاله، ما هي لا 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 ما هي المقارنة العامة بين الاعتقالين تحت وطأة النظامين أو نظامي الحكم السابق نظام البشير والحالي نظام حمدوك أو قحط؟ كيف نستطيع أن نقارن ما بين الاعتقال الزيارة والضمانات التي يجب أن تقدم حتى يخلى سبيله؟ والله يا أخي فاتح، في كل النظامين كنا نعاني في شأن حرية الرأي، في كل النظامين كان هناك انتهاك العدالة، ولكن هذا النظام زاد سوءا بأنه أقل حكمة وأقل تعقل من النظام السابق. هذا النظام يمارس القمع القبيح بصورة قبيحة جدا. يعني ما حصل لمعمر موسى هذا أمر ليس حتى فيه شنكة ولا فيه سياسة أصلا. يعني أنت لو دارت تقمع الحريات ممكن بطريقة سياسية أفضل من كده، لكن هذه طريقة بلطجية غبية جدا جدا الذي حصل لمعمر موسى. معمر موسى كان يمكن أن تعتقله الاستخبارات العسكرية، تعتقله الشرطة بالأمر النائب العام بأي قضية، ولكن اعتقلت نيابة لجنة التمكين التي ليست لها علاقة أصلا بمعمر موسى مهما كان. فمعمر موسى ليس رئيس ثراء أصلا حتى يكون مشبوه غير مشبوه. معمر موسى ليس من التمكين، ليس من النظام السابق، وهو معتقل كان كثيرا جدا، اعتقل كثيرا جدا مرات عديدة في النظام السابق. فما علاقته بلجنة التمكين؟ ما هي العلاقة أصلا؟ وحتى لو افترضنا هذه الإشاعات أنه ذهب ليصور، هل التصوير جريمة؟ افتراضا وجدنا وتنزلا بأن هذا بأن هذه الدعوة يعني صحيحة، مع أننا نحن نكذب هذه الدعوة ونشك في صحتها ونحن متأكدين على ذلك، ولكن إذا افترضنا جدلا أنه ذهب ليصور هل التصوير جريمة؟ أستاذ المغداد هل تسمعني؟ هناك أيضا هناك اتهامات لبعض أفراد لجنة إزالة التمكين متهمين بقضايا فساد بالعمل مع النظام السابق. هناك عقود رأها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بين شخصيات بارزة في النظام السابق، والشخصيات الآن هي موجودة أو لها اليد في لجنة إزالة التمكين. كيف ينظر الشارع إلى لجنة إزالة التمكين بعد هذه التفاصيل التي كانت تثبت بأن الذين يعملون في لجنة إزالة التمكين هم أيضا كانوا بالأمس يساجرون أو يعملون مع النظام السابق؟ طبعا يا أخي هذه معلومات صحيحة، ولكن لجنة إزالة التمكين يعني هي تلعب على مشاعر وعواطف الشعب بنغمة ووتيرة حل النظام السابق وإزالة الفساد والاستبداد، وهذه الشعارات التي تتدثر بها على فسادها السياسي على قمعها. ويعني والا اعضاء لجنة التمكين نفسهم عليهم شبهه عديده، ومن هنا انا اطالب اعضاء لجنة التمكين كما فعل حمد فتحي سليمان الاخرين عليهم ان يعقدوا اجراء ذمه بحيث يثبتوا لنا ما كان لهم قبل دخولهم لجنة التمكين وجميع شركاتهم وممتلكاتهم، ولكنهم لا يستطيعون فعل ذلك. لا يستطيعون ذلك كما فعل احد اعضائهم، البقيه لا يستطيعون ذلك لان لهم معاملات وشركات ومصالح مجموعه جدا، وهم ايضا لهم
ثراء مشبوه وعلى غير ذلك كله. نحن يعني هذا الملف لا يعنينا كثيرا. نحن لا نطعن في، انا لا اهتم ولا اريد استطعان الاشخاص لجنه التفكير، انما نطعن في سياساتها، في سياساتها في عملها. هذا الواضح جدا انه هو عداله مسيسه، عداله غاميه، لا تعرف اي معنى لقانون ولا تعرف اي معنى لعداله. اخي هناك معلومه مهمه جدا، ليس معمر موسى وطير مصطفى هم معتقلين الوحيدين، هناك معتقلين اخرين موجودين مع الطير مصطفى والطور غير مسلط عليهم لانهم غير معروفين. ايضا المعتقلين من رؤوس النظام السابق، يعني هؤلاء ينبغي ان يقدموا لمحاكمه، معتقلين ل 14 شهرا بغير تقديمهم الى محاكمه. استاذ المقداد خالد شكرا لك.